السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك إن شاء الله بإذن الله غنديرو pulling our route into our server.js. دونك غادي نمشيو الفايل ديالنا اللي هو server.js وغنأجوتيو لي الكود الخاصنا اللي خصنا نستعملوه باش نقدروا نديروا تيست على الراوت ديالنا. دونك اول حاجه غنستعمل هي باسبورت لي ريكواير مناش من باسبورت. اند شنو خصني دابا نعيط على اش يوزرز ريكواير مناش دوت سلاش راوت سلاش بي اي سلاش يوزرز. جود. الوغ ابخي ما اجوتينا هادو شنو بقى لينا؟ بقى لينا دابا ناجوتيو غير الميدل وير ديال الباسبورت. دونك غادي ناجوتيه ابخي اش غنأجوتي ابخي المونغو كونيكسيون ديال مونغو دي بي. دونك باسبورت middle where donc app dot use hash passport dot initialize la fonction initialize après je n'aurai sans hésite passport config donc require slash dot slash config slash passport and passport. Voilà. Donc après on dit h routes ديولي اللي هي app dot use route ديالي غادي يبداو مناش api slash ou bien slash api slash users غادي تكون utiliser h users. هادي users هادي اجوتيتها من راوت. فوالا دونك هادشي اللي كاين في هاد لا بارتي. ان شاء الله باذن الله نتلاقاو في تيستين اور اي بي اي راوت يوزين بوستمان.